فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من استيقظ لصلاة الفجر قبل شروق الشمس بوقت قصير وهو على جنابة والجو بارد، يقول: هل له أن يتيمم أم عليه أن ينتظر حتى تطلع الشمس فيغتسل؟ سخن الماء، يسخن الماء وكهرب ولا حطب ويغتسل ويصلي ولو خرج الوقت، لأنه يشتغل بالشرط. فإذا خرج الوقت وهو يشتغل بالشرط فلا حرج عليه. نعم.